نستغفر الله من الله شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأنا بدراسة كتاب التوحيد ولله الحمد منه، فماذا أخذنا من الدرس الماضي؟ نعم، قسمنا كتاب التوحيد لعشرة، أخذنا أننا إذا أردنا أن نضبط هذا الكتاب أو نفهرس هذا الكتاب فنقسم هذا الكتاب والله أعلم إلى عشرة أقسام. الأول المقدمة تحتوي على خمسة أبواب. الثاني تفسير التوحيد، وقلنا فسر التوحيد بضده وضده تتبين أشياء وسيأتي معنا. الأدلة البراهين على بطلان عباد ما سوى الله، سوى كفر بني آدم تحت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة، أعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية، الفضل الكثير على الشركيات الله يعين. طيب، غير هذا ماذا أخذنا؟ أعطينا هذا الإمام الأوامر؟ اختار مر رجل. نعم نعم، ماذا أخذنا؟ أخذنا أبواب، بدأنا بالأبواب أول خمسة أبواب. الباب الأول هو فضل التوحيد. الباب الأول، قبل هذا اصطلحنا نسمي الباب الأول باب كتاب التوحيد. كتاب التوحيد اصطلحنا نسميه باب وجوب التوحيد. الله يفتح عليك. لماذا جاء المؤلف بهذا الباب؟ أراد أن يبين أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات، وثنى بفضل التوحيد حتى تشتاق، ثم تحقيق التوحيد حتى تحقق وتخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي، والتحقيق يكون بالقول والعمل والاعتقاد. ثم أن كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده من الشرك، ومن تحقيق التوحيد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذكرنا أن الخوف يكون بدراسة التوحيد وبدراسة الشرك حتى لا نقع فيه، وبالدعاء وبالبراءة من الشرك وأهله. وأخذنا أيضا شروط الدعوة، ما يتعلق بشروط الدعوة، الإخلاص والعلم الشرعي والحكمة ومعرفة حال المدعو والصبر. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالقسم الثاني وهو تفسير التوحيد. من هنا بدأ يفسر التوحيد إلى نهاية الكتاب، وشرح هذه الترجمة، قال ما بعدها من الأبواب، يعني شرح تفسير التوحيد من هنا إلى نهاية الكتاب. فالآن قال كأنه يقول لك الآن أريد أن أبين وأشرح لك التوحيد الذي وجب عليك، وعرفت فضل التوحيد وتشوقت إليه ولا بد من تحقيقه والخوف من ضده والدعاء إليه. قال خذ الآن من هذا الباب إلى نهاية الكتاب شرح للتوحيد. تفسير التوحيد فسر التوحيد بضده وبضدها تتبين الأشياء. ذكر في هذا الباب رحمه الله أنواع الشرك الأكبر. أنواع الشرك الأكبر أربع، من يذكرها لي؟ الأول الشرك في الدعاء، وتقدم معنا دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، ودعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، فيما يقدر على المخلوق صح بشروط أربع، اختار شرط انتقل إلى الشرك. إذن القسم الأول من أقسام أو أنواع الشرك الأكبر الشرك في الدعاء. الثاني الشرك في المحبة، وهذا تقدم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم أي في المحبة، لأنهم لم يجعلوا هذه المعبودات مساوي لله في الخلق ولا في الرزق، لا، مساوي لله في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شبهاء ونظراء مثلا، يحبونهم كحب الله، محبة مساوية. أقسام المحبة، محبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. محبة مع الله شرك أكبر لأي أحد كان مكان النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، غيره ما بقى. إذا
المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أنواع المحبة. محبة مع الله شرك أكبر. محبة لله أو في الله واجب من أوثق عرى الإيمان، حب في الله البغض في الله. الثالث محبة طبيعية جائزة لا يلام على العبد، محبة الولد والوالد والزوج مثلا. كم أنواع المحبة؟ إذن ثلاث: محبة مع الله شرك أكبر، محبة في الله أو لله واجبة بل هي من أوثق عرى الإيمان، محبة طبيعية جائزة محبة الولد والوالد. من يحب في الله؟ من لو قال لك أحب في الله من؟ تقول إجماعنا تحب في الله أربعة أشياء: محبة العمل والعامل والأزمنة والأمكنة التي يحبها الله. محبة العمل كل ما جاءت به الشريعة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. تقدم معنا في نواقض الإسلام أن من أبغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر. إذن يحب العمل يعني كل ما جاءت بالشريعة. تقدم هذا توحيد. محبة العامل كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته: الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة، الصالحين، طلاب العلم، أئمة أهل السنة كالأئمة الأربعة. نعم، كل موحد وكل مسلم. الثالث محبة أزمنة أحبها الله سبحانه وتعالى: رمضان، ثلث الليل الآخر. نعم، أزمنة أحبها الله، عشر من ذي الحجة مثلا. أمكنة يحبها الله: مكة والمدينة والمساجد مثلا، جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه. نعم، ضد هذا البغض في الله. تبغض في الله من؟ عمل وعامل وأزمنة وأمكنة. عمل كل ما حرمه، تقدم هذا الشيء. عامل كفار ومنافقين، أزمنة يحتفل بالكفار، عيد رأس السنة مثلا، عيد كذا عيد كذا عيد كذا. نعم، أمكنة مكان مسجد ضرار، أماكن الله وأماكن الشرك والبدع. طيب، هذا الشرك في المحبة. ابن القيم رحمه الله يقول: قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. فكلنا أخذنا بذنب. فرعون قدم محبة السلطان والملك وهذه الأنهار تجري من تحته، جعلها الله سبحانه وتعالى تجري من فوقه، عذب بهذا الذي قدموا على محبة الله. قالوا أحب الماء وقدموا على محبة الله، عذب بماله، فكنا نأخذنا بذنبه. إذن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذب الله. أصلاً لا يمكن أن تصنع شيء إلا أنت تحب. نعم، تمشي وتتكلم وكذا. وأكمل ابن القيم وقال: وكل ما قدم خوف من شيء على خوف من الله خوفه الله به. كيف؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا خوفا. إذن هذا النوع الثاني المحبة. الثالث شرك في الطاعة: اتخذوا أحبارهم علماءهم، رهبانهم عبادهم، أربابا أي قدموا طاعة هؤلاء على طاعة الله لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. شرك في الطاعة. وسيأتي معنا بإذن الله تعالى باب كامل في هذا، في شرك الطاعة. الرابع
شرك النية والإرادة والقصد. هذا نوع الشرك الأربعة. قدم شرك الدعاء، لأن الأعمال كلها تدخل تحت هذا، إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة، والدعاء هو العبادة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم شرك المحبة، ثم شرك الطاعة، وشرك النية والإرادة والقصد. باب تفسير التوحيد. بعد هذا ذكر أي باب؟ من يعرف؟ سبحان الله. نعم شيخ، من الشرك لبس الخيط أو الحلقة لدفع ضر أو هنا. ما نقول من الشرك الباب السابع. من الشرك لبس الحلقة. لبس الحلقة. نعم هذا اسم الباب. أجلس. أظن أنا مع أحد. بعد تفسير التوحيد بابه من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع لرفع البلاء أو دفع. الرفع يقول بعد النزول، والدفع قبل النزول. باب من الشرك أكبر أصغر، من يعرف؟ لماذا قال باب من الشرك ولم يقل من الشرك الأكبر؟ أكبر أو أصغر؟ نعم شيخ، حسب إذا اعتقد أن سبب هو ليس سبب. إذا اعتقد أنه سبب الله سبحانه ما يجعل سبب، هذا شرك أصغر. وإذا اعتقد أنه ما فتح الله عليه. إذا لماذا قال باب من الشرك؟ لأنه فيه تفصيل، وهذا قد تقدم معنا في أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب. أقسام الناس في الأخذ بالأسباب، أقسام الناس في الأخذ بالأسباب، انقسم الناس في الأخذ بالأسباب، هل يأخذ من الأسباب ولا؟ انقسم الناس في هذا الباب، في باب الأخذ بالأسباب، إلى طرفين وسط. قسم ينكر الأسباب، وقسم يغلو في الأسباب، وقسم توسط لا يثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى، إما حسا أو شرعا مع اعتقاد الناس. كم قسم؟ ثلاثة أقسام، طرفين وسط. قسم ينكر الأسباب، وقل هذه الأسباب ليست بأسباب ولا غيرها، جنون منك أن تسعى لرزق، وقال أن الإنسان في هذه الدنيا كالريشة في مهب الريح، ولا تأخذ بالأسباب إطلاقا، اسعى للكسب لطلب العلم، لا تبقى. مفهوم؟ طيب، القسم الثاني يغلو في الأسباب، خرافية وصوفية، يقول لو تعتقد في حجر ينفعك، ولذلك تجدهم نسأل الله العافية والسلام تعليق الأشياء هذه، الحجارة والودع والسثة وعن الذئاب الحافر نعم القديم، وقال لو تعتقد في حجر ينفعك، أعوذ بالله. نعم، واعتقد في هذه الأشياء. قسم أهل السنة والجماعة نسأل الله جعلنا منهم توسط، ولم يثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى، إما حسا أو شرع مع اعتقاد الناس. إذا في الدرس الماضي في الأصول الثلاثة أخذنا أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب، والآن أخذنا زيادة على هذا أقسام الناس في الأخذ بالأسباب طرفين وسط. طيب، ما حكم تعليق الخيط والودع؟ ودع أصداف تأخذ من البحر، خيوط، عن الذئاب، رأس الثوب، نعل قديمة، إطارات السيارات، بعض الأشجار، كف، خمسة وخميسة، وغيرها، بعض الكتابات على الحسود لا تنسوه، هذا كله لا يجوز، تعليق كله محرم بأي شكل من الأشكال، حتى آيات القرآن، حتى آيات القرآن. نأتي لصاحب المنزل أو صاحب السيارة الذي علق هذه الأشياء، جاهل يعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي الله عنه، هذا إذا كان جاهل يعلم، يعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا مو شرك، شرك أكبر. يعتقد أنها سبب الله سبحانه وتعالى ما يجعل سببها، شرك أصغر. ليس لديه أي اعتقاد، مثل حال بعض الشباب عندنا اليوم، شباب يعلق أشياء وكذا، أخي ما تعلق؟ قال والله ما عندي أي اعتقاد، أنا أعلق للزينة هكذا بس، وأنا أعرف أن هناك ناس يعتقدون، أنا ما أعتقد شيء أبدا. هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟
لأن هذا فيه تشبه بالمشركين أولاً، والثاني فتح باب الشرع للناس. يعني ما رأك تعلق، ظن أن التعليق كله محرم وذهب وعلق، اقتدى الناس بك. إذا مرة أخرى، التعليق كله محرم بأي شكل من الأشكال حتى آية القرآن. نعم، نأتي للمعلق، صاحب المنزل، صاحب الدار، صاحب السيارة، ولي الولد. يعتقد أن المؤثر بذات الشرك أكبر، يعتقد أن الأسباب الشرك أصغر، ليس لديه اعتقاد أن مسألة الزنا كبيرة من كبائر الذنوب. جاهل يعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمار رضي الله عنه. باب من الشرك لبس الحلقة والخيل ونحوهما، يعني كل يلحق بعد هذا لرفع البلاء بعد نزول أو دفع قبل نزول. والذي يرفع الضر هو الله سبحانه وتعالى لا غير. ثم جاء في باب ما جاء في الرقى والتمام. لماذا قال باب ما جاء في الرقى والتمام ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمام؟ في الباب الأول قال باب من الشرك، وهنا في الرقى والتمام لم يقل من الشرك. لماذا؟ الرقى فيه تفصيل الله تعالى، لأن الرقى تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية. والتمام إذا كانت من القرآن فهي محرمة، من غير القرآن فهي من الشرك. إذن لماذا قال المؤلف باب ما جاء في الرقى التمائم؟ لأن فيها تفصيل، وهو أن الرقى تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية. الرقى الشرعية لابد أن تتوفر في الرقى الشرعية شروط ثلاثة، إذا اختل الشرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل من الشرعية إلى الشركية. الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته، إذا كانت من باب الدعاء. من الكتاب يقرأ سورة الفاتحة، من السنة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو بأسماء الله وصفاته يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي، من باب الدعاء. يصح؟ نعم يصح. هذا أول الشرط الأول، أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت باب الدعاء. الشرط الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع باللغة العربية، ولا يوجد رقية بغير اللغة العربية، ما يوجد إلا إذا كان هذا من باب الدعاء. يصح أن يدعو بلغة ألبانيا، بلغة جورجيا، بلغة كذا، باللغة التركية، بشرط ألا يغير الأسماء الحسنى. يعني يقول يا الله، يا حي، يا قيوم، يا رحمن، يا رحيم، يا سميع، يا بصير، ولا يغير. مثاله يعني يترجم؟ لا، مو يترجم، يعني مثاله الآن في اللغة الإنجليزية، هل يصح أن يسمى الله سبحانه وتعالى بقال؟ لا، هذا إلحاد في أسماء الله، ولا بأي لغة، لأن الأسماء تحكى كما هي في كل اللغات. هذا الأخ اسمه جمعة في اللغة العربية، طيب في اللغة الإنجليزية نسميه فرايدي؟ لا، اسمه جمعة في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية، في اللغة الهولندية، في كل لغة. صحيح؟ إذا يصح، هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية؟ نعم يصح، بشرط ألا يغير الأسماء الحسنى. يا الله ثم يدعو بلغته، يا رحمن يدعو، مفهوم مهم جدا هذا. مثاله أظن في اللغة الفارسية خداي، خداي هذا ليس من أسماء، هذا إلحاد، مفهوم؟ نعم. إذن هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية؟ نعم ولا إشكال، بشرط الله يغير الأسماء الحسنى. إذن الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، يعني يرفع الصوت بالرقية وباللغة العربية، ولا يوجد رقية بغير اللغة العربية إلا إذا كان من باب الدعاء. يعني إذا أخذ يقرأ المريض نقول اسمع، إما أن تفصح وتسمعنا أو نقول عنك ساحر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ هكذا. طيب
الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب الرقية، والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. لأنه بعض الناس يعتقد في الراقي أنه هو الذي يعني يرفع وينفع ويضر. نعم، وتسمع بعض الناس أحيانا يذهب مريض يذهب إلى كذا، قال اسمع يذهب إلى فلان، لو فيك يعني رئيس الجن والعفاريت يخرج منك. صحيح، تعلق الناس بالرقى أكثر من تعلقهم بالله، ولذلك قال لا يسترقون أي لا يقلبون الرقي من غيره. لماذا؟ صدق اعتماد على الله مع الثقة به الأخذ بالأسباب. إذن الرقية تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية. الشرعية ما توفرت فيها شروط ثلاثة، أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت باب الدعاء، أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية، ولا يوجد رقية غير اللغة العربية إلا إذا كان من باب الدعاء يصح أن يدعو بلغته بشرط الله غير أسماء الحسنى. الشرط الثالث أن يعتقد أن السبب. اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة ينتقل من الشرعية إلى الشركية. التمائم كلها من الشرك، وإذا كانت التميمة من القرآن فهي حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمم من الشرك، وكراهة السلف منه ابن مسعود رضي الله عنه، وفيها فتح باب الشرع على الناس وامتهان للقرآن. إذا التميمة إذا كانت من القرآن فهي حرام لأمور أربعة: لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم النقاط التمائم، لكراهة السلف والكراهة عند السلف تحريم، فتح باب الشرع على الناس، وفيها امتهان للقرآن لأنه قد يدخل بها إلى الحمام أو أتيها شيء من بول الغلام إذا كانت معلقة على الأولاد. باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يقل من الشرك لأن فيها تفصيل وقد أخذها. بعد هذا من الأبواب باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. الله يفتح عليك، اجلس. التبرك طلب البركة، التبرك طلب البركة. التبرك ينقسم إلى قسمين: مشروع وممنوع. التبرك المشروع يكون إما بأمر شرعي أو بأمر حسي. إذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا انتقل من التبرك المشروع إلى التبرك الممنوع، والتبرك الممنوع نوع من أنواع الشرك الأصغر قد يصل إلى الشرك الأكبر. تبرك مشروع وممنوع. المشروع إما بأمر حسي أو بأمر شرعي. هذا الأخ يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ليل نهار. لماذا؟ قال لأن في قراءة القرآن بركة. الحرف 10 حسنات والعشرة إلى 700 ضعف. وأتدبر القرآن وأتدبر القرآن لأن القرآن بركة. يصح؟ يصح؟ نعم. هذا تبرك بأمر شرعي. وهذا الأخ قد سكن المدينة بركة، وهذه الأرض أرض مباركة، أرض فلسطين أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أرض مباركة أرض فلسطين. نعم، يصح شرعي. حسي أمر محسوس ملموس، أن الله سبحانه وتعالى وضع في علم الأئمة الأربعة بارك وانتفعنا بعلمهم إلى يومنا. نعم، تقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام مبارك. ما معنى مبارك؟ نتمسح بقبره؟ لا، ينتقل من المشروع إلى الممنوع. لكن تقول هذا الإمام انتفعت الأمة بعلم، أمر محسوس ملموس، فهذا تبرك حس. أما يتمسح بالقبور، يتمسح بالمشايخ، يقول بركاتك يا سيدنا الشيخ، يصح؟ هذا تبرك ممنوع شرك أصغر. مفهوم؟ من يعيد لي أقسام التبرك؟ فقط. نعم أخي. تبرك ينقسم إلى قسمين:
مشروع وممنوع. والمشروع عما يكون بأمر شرعي كقراءة القرآن وماء زمزم مثلا وسكن المدينة والصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام مثلا. طيب والحسي انتفاع بعلم الأئمة الأربعة، بعلم شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان رحمه الله جميعا. نعم. إذا لم يثبت فيه أمر لا شرعا ولا حسا فهو تبرك ممنوع. تمسح بالقبور شرك أصغر، تبرك ممنوع. تمسح بجدران المسجد النبوي، تمسح بالحجر الأسود، لا تتوقف، شرك أصغر. تمسح يمسح ويمسح على نفسي وعلى أولادي، حجر لا يضر ولا ينفع، صح؟ يلتمس في البركة، البركة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. أما أنه يتمسح، هذا معنى يتمسح. وبعض الناس يأخذ لباس ويمسح بالكعب وقال هذا لباس مبارك، صح؟ واتصل عليك بعض الناس قال الله يرضى عنك، أريد شيء من تربة البقيع بس أضعها في قبري إذا مت، بركة، صح؟ تبرر بركاتك سيدنا الشيخ. نعم، زارتنا البركة، يقول هاي بركة اللي زارت. بركة تطلب من من؟ مشايخ؟ من الله، من الله. نعم، علمي هو يقول زارتنا البركة، مش دخل زارتنا البركة. إذن تبرك إما أن يكون بأمر شرعي أو بأمر حسي. إذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا تبرك. وأنت تسمع بعض الناس قال والله ثوبي هذا ثوب مبارك، وخاتم قلم هذا قلم مبارك، ما دخلت اختبار إلا ونجحت فيه، صحيح؟ تبرك ممنوع على كل، صح؟ نعم. طيب بعد هذا، نعم، باب ما جاء في الذبح لغير الله. لماذا يقول باب ما جاء في الذبح ولم يقل من الشرك الذبح لغير الله؟ لأن على ما قسم الشيخ بن عثيمين رحمه الله، عندنا ذبح جائز لغير الله، لم ينوي بهذه الذبيحة التقرب المحض لله، شاة اللحم والتجارة وكرام الضيف، وشاء وذبح لغير الله محبة وتعظيم، الذبح للجن ولأصحاب القبور، والذبح في وجه السلطان محبة وتعظيم. هذا حكمه شرك أصغر، مفهوم؟ طيب سؤال، هذا الأخ وجد إنسان معه كبش سمين، قالوا إلى أين؟ قال إلى الولي، أذبح هذا للولي. قال هذا شرك أصغر، تسكت أو أضعك مكان الكبش؟ اصبر معي. فهذا راقب هذا، ذهب الى القبر وسمى وانهر الدم وذبح بمحدد وقطع الرجلين والحفوه كل شيء، ذهب هذا سحب الذبيحه واكل، يصح ولا لا؟ يصح، ذبيحه لغير الله. يا رجل سمى وأنهر الدم وذبح بمحدد قطع الوجهين وصنع كل شيء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال بسم الله بس نيته عليه، هو قال أنا مالي وما نيته، سمى بسم الله. لو سمى على كلب يصح أكله؟ لا، هذا أشد من أكل الكلب. أهل لغير الله به، اجلس فتح الله، ما تنفع التسمية هنا، تنفع لو سمى على كلب يصح؟ سمع على خنزير، ها؟ لا لا، نعم. طيب إذا الشرك الذبح، قل خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وكل من ينصح توجيه الخطاب، قل إن صلاتي أي أعمال البدنية ومن أعظمها الصلاة،
ونسك أعمال مالية ومن أعظمها الزكاة وفيها الذبح. نحر صل لربك أعمال البدن وانحر أعمال المالية كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي الذي له أن يتصرف فيه سواء كنت في حال الحياة ولا فان لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت أن أول مسلم أول مسلمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأمم إسلام وأول من أسلم في هذه الأمة يصح هذا كله الأول والثاني. طيب بعد هذا أي باب ما شاء الله. نعم باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني هناك مثلا النصارى عندهم مكان يذبحوا فيه أو أهل القبور يذبحوا عند القبر. هذا الأخ يأتي ويذبح عندهم لا ما يجوز. قال وقول الله تعالى يا رجل ركز معي ما علاقة هذه الآية بالباب؟ ليس لها علاقة إطلاقاً. لعلك واحد من أي نسخة راجع لعلك واحد الآية لا تقوم فيها أبداً في مسجد ضرار. ما علاقة مسجد ضرار بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ لا علاقة الحمد لله صح. حسن الظن نقول أنه خطأ بعض النسخ صحيح؟ نعم. ما علاقة مسجد الضرار؟ العلاقة والله أعلم. من قال خطأ بعد الصلاة؟ هذا جاهل ما يعرف شيء. هذا البخاري. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لو صلى في مسجد الضرار، لو صلى في مسجد الضرار، يصلي لمن؟ لله. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لله، لكن المكان يقرر في الكفر والإرصاد والمحارب والتبرير لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى، أي مسجد؟ من يعرف؟ اللي يعرف أربع صلاة أي مسجد؟ نعم مسجد قباء. نعم المسجد النبوي فيه حديث صحيح. طيب إن في المسجد هذا أوقف أوقف كل المساجد الله يفتح عليك. لمسجد أسس على التقوى، كل مسجد أسس على التقوى نصلي به، وكل مسجد أسس تفريق وكفر وإرصاد ومحارب هو مسجد ضرار لا تقوم فيه أبدا أبدا. فكل مسجد أسس على التقوى هذا نقوم فيه، وكل مسجد أسس للتفريق والمحارب والإرصاد والكفر هذا ما نقوم فيه صح. بنوا مسجد على بالأمس سأل واحد يقول مسجد فلان فيه قبر وضريح وكذا نصلي فيه؟ أسس لماذا؟ أسس للكفر لغير التقوى إذا ما نقوم فيه مفهوم؟ أي نعم أجلس. لمسجد أسس على التقوى يشمل كل مسجد، مسجد قباء، مسجد النبوي، مسجد الحرام، مسجد الأقصى، كل مسجد أسس على التقوى نقوم به. إذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في مسجد ضرار فهو يصلي لله، لكن المكان لغير الله. والصلاة عبادة والذبح عبادة، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لكن المكان أسس للكفر والإرصاد والمحارب لا تقوم فيها. إذن كذلك الذبح من قال أنه أخطأ؟ من؟ ما أخطأ، هذا عبادة وهذا عبادة. منع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يمنع الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا على بابه. أي سؤال؟ أين يوجد مسجد ضراء؟ اللي يعرف أربع أسباب. مكان وجود مسجد ضراء فين؟ اللي يعرف ارفع اصبع ويقول بشويش ارفع صوتك. نعم اوقف في المدينة غير من يعرف اخوان مكان وجود مسجد ضراء؟ نعم في كل مكان. مكان وجود مسجد ضراء كان يقام فيه لا لا مسجد ضراء الذي نزلت فيه الآية في المدينة. في المدينة غير في احد يعرف زيادة علم؟ ما أحد يعرف؟
اجلس. النبي صلى الله عليه وسلم امر بهدم وحرم مسجد ضرار. هدم المسجد وحرق المسجد اتلاف للمال ام لا؟ ونهينا عن اتلاف المال؟ نعم، لكن اتلاف المال اذا كان لمصلحه راجحه جاز. اتلاف المال اذا كان لمصلحه جائزه جاز ولا لا؟ يجوز. هذا الرجل تاب الله عليه، كان لديه خمر وتاب الله عليه، ماذا يصنع؟ يبيع الخمر يتلفه وفيه مصلحة. نعم، راح للغال الذي يسرق من الغني، نسرق من الغني، ايش نصنع فيه؟ نحرق رحله بالنار. اتلاف للمال نعم، لكن هذا فيه ردع للآخرين، تعديل. فإتلاف المال إذا كان في مصلحة راجحة جاز. مثال مسجد ضرار، لماذا لم يطرد النبي صلى الله عليه وسلم من في هذا المسجد من المنافقين، ويعين رجل من الصحابة يصلي في هذا المسجد كمعاذ رضي الله عنه مثلا، ويصبح المسجد ينقلب من مسجد ضرار إلى مسجد أسس على التقوى؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرقه؟ حتى لا تنبعث الشركيات والبدع، تذكر الناس هذا المسجد مسجد ضرار. صحيح. ولهذا أمر الشيخ ابن باز رحمه الله بهدم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا. الشيخ ابن باز قال اهدموا بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مسحوه بالأرض، تأتي المنطقة ما تعرف أين البيت. لماذا؟ المشكلة أنه يأتي بعض أهل السنة قال والله نريد نعرف فين بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإن كتب كتاب التوحيد وأن كذا. هذا الرجل ينهى عن التبرع قصد الأماكن، ويأتي أناس من أهل السنة كذا. صحيح موجود؟ شو؟ قال اهدموه. إنسان رجل يدافع عن التوحيد وكذا يصنع بعض الناس كذا، صح؟ وبعض الطلاب عندهم في بيت الشيخ فلان، وفين الكرسي اللي يجلس عليه، والشجرة التي يجلس تحتها. أعوذ بالله. صح؟ صح؟ صح. نعم. طيب، لا تقوم فيها أبدا لمسجد أسس على التقوى. نعم، بعد هذا من الأبواب. نعم، باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك الأكبر، النذر لغير الله. أخذنا في الأصول الثلاثة أن النذر ينقسم نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله شرك أكبر، هو في اللفظ كالحلف بغير الله، لكن في الحكم شرك أكبر، لأنه عندما نذر لهذا الولي أو كذا فهو محظم لهذا. نعم، كتعظيم الله شرك أكبر. الله أكبر. بعد هذا من الأبواب، باب من الشرك باستغاثة بغير الله. استغيث استعانة والاستعانة والاستغاثة والشفاعة باب واحد، مثل باب الدعاء. يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه شروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب ولله الحمد. من يعيد لي ما أخذنا؟ باب الباب الأول. الباب الأول باب تفسير التوحيد، وقلنا فسر التوحيد بضده وبضده تتبين أشياء، بين أنواع الشرك الأكبر أربعة وهي الشرك الأول. أوقف أنت. الأول شرك في الدعاء، والثاني شرك في محبة، وشرك في الطاعة، وشرك في النية والإرادة والقصد. اجلس. نعم، الدعاء كم قسم؟ دعاء عبادة ودعاء مسألة. فتح الله عليك. نعم، أنواع المحبة وأقسام المحبة. نعم، ثلاثة وهي محبة لله،
شوف دائما اسمع 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 نصيحة من الشيخ بن عثيمين رحمه الله. إذا سألك أي واحد وقال نوع المحبة، لا تقول ثلاثة أربعة، لأنه قد تقف على اثنين ويبقى معك الثالث. فقل أنواع المحبة، النوع الأول، النوع الثاني، والحمد لله نوعين. فهمت؟ أما عندنا هنا ما يصلح هذا. كم أقسام المحبة؟ نوعين. ثلاثة. الأول محبة مع الله، شرك أكبر. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، محبة مساوة، أو يحب الأنداد أكثر من محبة الله. نعم، أو يحب الند ولا يحب الله، أعظم شرك. محبة في الله أو لله. حكم هذه المحبة واجب، بل هي من أوثق عرى الإيمان. من يحب في الله؟ أربع أشياء: عمل وعامل وأزمنة وأمكنة. ويبغض في الله عمل وعامل وأزمنة وأمكنة. قسم الثالث من المحبة، المحبة العظيمة، محبة جائزة، محبة الولد والوالد والزوجة والأولاد، محبة سورية مثلا، محبة طبيعية. طيب أجلس. بشرط لا يقدم على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الباب الثاني، من الشرك لبس حلقة، من الشرك أكبر وأصغر. إذا كان في تفصيل، إذا اعتقد أنا مؤثر بذاتي أكبر، اعتقد أن أسير أصغر. وقلنا قسم الناس في الأخذ بالأسباب إلى طرفين وسط، قسم ينكر الأسباب جبرية، وقسم يغلو في الأسباب صوفية وخرافية، وقسم توسط في الأسباب. الجبرية هؤلاء يقول إنسان مجبور، ليس له قدرة ولا اختيار. يا أخي لماذا تشرب الخمر؟ لو شاء الله ما شربت الخمر، إنما أشرب بقضاء. فهذا إيش تصنع معه؟ تضربه حتى يغمى عليه. فإذا فاق قال ليش تضرب؟ تقول مجبور. أتلوم على شيء كتب الله عليه؟ فإذا رجع عن هذا المعتقد أتركه، وإن لم يرجع تعطيه. مفهوم؟ هذا بس من باب أنك تفهم المسألة، أما تطبق هذا لا. مفهوم؟ جاء رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سائل، وأمر عمر رضي الله عنه تقطع يده. فقال يا أمير المؤمنين، إنما سرقت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله عليه؟ إنما سرقت بقضاء الله. فقال له عمر، ونحن لا نقطعك إلا بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله عليه؟ كتب أن أقطع يدك، ماذا نصنع؟ أجابه بنفس حجة. مفهوم؟ أي نعم، ولا يصح. بل هذا من طريقة أهل البدع، أن يأتي بعض الناس يقول أجبني الآن بسرعة، هل الإنسان مسير ولا مخير؟ تقول أولا، إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو أصفك أنك مبتدع ضال. صحيح، لأن هل سأل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سأل الصحابة؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام أحرص علم منا أدخل إلا منا؟ لا. كيف تسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة؟ صحيح؟ ثم ماذا تريد بهذا السؤال؟ توقعني إما أن يقول بالجبر أو قبل القدر. نعم، ثم الإنسان في أشياء مسيئة وفي أشياء خير. مفهوم؟ أسئلة شيطانية هذه. الله تأتيك الرسالة يقول أجب الآن، نعم لا. من الشرك قلنا وصل أثبت الأسباب التي أثبت الله سبحانه وتعالى، إما حسنا أو شرا، مع اعتقاد أنها سبب. أقسام الاعتقاد أخذنا، والأخذ أخذنا، والتعليق كله محرم بأي شكل من الأشكال، حتى تعليق آية القرآن محرم. أما المعلق صاحب المنزل قلنا على أربع أحوال: جاهل يعلم، نحن نتكلم عنه، يعتقد تأثيرها بذاتها شرك أكبر، يعتقد أنها سوى شرك أصغر،
مثل حال بعض الشباب حدانا الله إياه، قال ما عنده أي اعتقاد كبير، يفتح باب شرع على الناس وتشبب المشركين. مفهوم؟ اجلس تعال علي بعد هذا الباب، بعد هذا الباب. نعم، باب ما جاء في الرقية. لماذا قال ما جاء ولم يقل من الشرك؟ لأن الرقية تنقسم شرعية وشركية، والتمام كله من الشرك الذي ذكرت من القرآن فهي حرام. شروط جواز الرقية ثلاثة: أن تكون من القرآن والسنة، من الكتاب والسنة، أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت باب الدعاء، معلومة مفهومة مسموعة وباللغة العربية، ولا يوجد رقية غير اللغة العربية إلا إذا كانت من باب الدعاء صح أن يدعو بلغته، بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى وإلا وقع في الإلحاد. الثالث: أنا أعتقد أنها سبب. اختل شرط من هذه الشرطة الثلاثة تنتقل من شرعية إلى شركية. لماذا رجحنا تحريم التميمة إذا كانت من القرآن؟ لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم البقاء والتمام، وكراهة السلف منهم ابن مسعود، وكراهة عند السلف تحريم وامتهان وفتح باب شر على الناس. بعد هذا الباب، باب الاستعاذة بغير الله. اجلس. باب ذبح لغير الله. أكيد. الذبح. اجلس. باب التبرك. التبرك طلب البركة، ومنه البركة لأن تجتمع فيها الماء. نعم، التبرك ينقسم إلى ما هو؟ مشروع وممنوع. المشروع إما بأمر شرعي كالقرآن، كقراءة القرآن والتداول والتدبر والعمل، طبعا كله بركة صح؟ نعم. أو أمر حسي، علم الأئمة الأربعة، أئمة الإسلام، شيخ الإسلام وغيره، صحيح، أمر محسوس. نعم. طب واحد قال لك الدورة هذه دورة مباركة، إيش تقول؟ استفدنا بالله. إذن هذا محسوس. إذن قال فلان مبارك وتمسح به، يصح؟ ها؟ لا. ليش؟ ممنوع. إذا لم يثبت في شيء شرع ولا حسة، انتقل تبرك ممنوع. تمسح بجدران الكعبة، حجر أسود، أحد، جبل أحد، جبل أحبنا ونحبه، أي شيء لا يغني. لو كان أحد يغني عن أحد شيئا لأغنى عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قتل عند أحد. تبرك بأحد، تبرك بمحبة، والتبرك بتقبيل الحجر أسود على اعتقاد أنه حجر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا في ابتداع. صح؟ فتح الله عليك. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ. قلت في دورة بركة التبرك، طبعا يعني قراءة القرآن والتدريس الأحاديث بركة. نعم، يعني هذا ما في إشكال. في إشكال؟ لا، أنت تقول يعني في دورة بركة شيء، يعني ما فهمت هذا القصد. يعني هذه الدورة دورة مباركة، بس الله يبارك لنا يا رب. آمين. غيره، بعد هذا الباب، بعد هذا الباب أخواننا أي باب؟ باب ما جاء في الذبح. باب ما جاء ولم يقل من الشرك. لماذا؟ لأن الذبح لغير الله جائز، والذبح لغير الله شرك أكبر. طيب، وباب لا يذبح لله يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، لأنه هذا في تقوى أهل الباطل. صح؟ واقترار الناس بهذا الفعل، أنه قد يأتي أناس ويذبحوا معك. فتح الله عليك. بعد هذا استعانة واستعاذة واستغاثة وشفاعة، كلها مثل باب الدعاء. وعادة الشريعة أن الأغلب الباب المحرم فتحت باب الجواز. والجزاء من جنس العمل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، كان الجزاء من جنس العمل، فزادوهم رهقا خوفا. ما حدث؟ قالت
خولة بنت حكيم رضي الله عنها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزل، أي منزل، في كهف، في بحر، في الجو، نزل إلى ريزة، إلى أي مكان، وقال: أعود ألتجي وأعتصم بكلمات الله، السنة والجماعة، صلى الله عليه وسلم يقوم منه. يقولوا أن الكلام صفة من صفات الله، ثبتوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجل الله، ويردوا على كل من ينكر الكلام بأدلة، منها هذا الحديث، هذا من أقوى الأدلة في الرد على من يقول أنه كلام الله مخلوق. اللي يقول كلام الله مخلوق تسأل: إذا نزلت منزل إيش تقول؟ قال: أقول أعوذ بكلمات الله. تسأل: الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الله حكمها شرك أكبر. إذا تقول أن كلمات الله مخلوقة فأنت مشرك شرك أكبر. وإذا تقول أن كلام الله صفة من صفات ويصح الاستعانة بالله وأسمائه وصفاته فأنت موحد ومثبت صفة الكلام لله. هذا من أقوى الأدلة في إثبات أن الكلام صفة من صفات الله. مفهوم؟ أعوذ تجب أتصل كلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق، لا من شر كل شيء، من الجن ومن الإنس ومن الدواء ومن الأمراض ومن كل شيء. قال القرطبي رحمه الله: وقد جربت ذلك حتى إني دخلت يوم إلى منزلي ولم أقل فلدغتني عقرب. مفهوم؟ نعم. ثم ذكر باب النذر. النذر أخواننا، أبحث عنك من الصبح ايش عارف معنى النذر لغة العهد والإلزام، وشرع الإلزام المكلف نفسه بشيء لا يجب عليه. يعني مثال صيام غدا واجب؟ لا. هذا لو قال لله عليه نذر أنا أصوم غدا، ألزم نفسه بشيء ليس بواجب عليه. فالنذر ينقسم إلى قسمين: نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله في اللفظ كالحلف بغير الله، لكن في الحكم شرك أكبر، والحلف بغير الله الأصل فيه شرك أصغر وقد يصل الشرك الأكبر. بدل يقول لله على نذر يقول للولي الفلاني على نذر، شرك أكبر. النذر لله ينقسم إلى قسمين: نذر عام، هذا يدخل تحته كل واحد، لأنه عندما يشهد المرء أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله كان كالناذر فعل الطاعات واجتناب المحرمات. أما النذر، هذا نذر عام يدخل تحته كل مسلم، يوفون بالنذر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوهم بمتعتهم. نذر عام، هذا نذر عام. النذر الخاص يعني يخصص شيء كصيام غدا، هذا قسم إلى قسمين: قبل التلفظ وبعد التلفظ. هذا الأخ قال: أريد أن أتلفظ بالنذر. نقول: لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ولو كان خيرا لنذر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتلفظ بهذا إطلاقا. هذا قال: تلفظت والذي حصل حصل، ماذا أصنع؟ نقول: انتظر. نذر هنا، النذر بعد التلفظ انقسم إلى خمسة أقسام: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر مكروه، ونذر مباح، ونذر مطلق. نذر الطاعة يجب الوفاء به، قال لله على النذر أن أصل رحمي، هذا نذر طاعة ويجب الوفاء، ويحرم عليه الرجوع في هذا النذر، ويرجع عليه كفارة يمين. نذر المعصية، قال لله علي نذر أن أصنع كذا من المعاصي، فهذا نذر معصية، نقول يحرم عليك الوفاء بهذا النذر، ولا بد من الرجوع في النذر وتدفع الكفارة، خارج الكفارة. الثالث نذر المكروه. الآن الأخذ والعطاء بالشمال مكروه، الالتفات في الصلاة اليسير مكروه، لو نذر الالتفات في الصلاة التفات يسير نقول هذا نذر يكره الوفاء به واستحب الحنث، انه يحنث، واذا حنث عليك كفارة يمين.
نذر انواع شرب عصير برتقال شرب عصير برتقال ما حكم هذا جائز مباح لو نذر شرب عصير برتقال نذر مباح الاولى ان ينفي بهذا النذر مفهوم وان لم ينفي على كفارته نذر المطلق قال لله على نذر وسكت خاف يسمى شيء فهذا عليه كفاره اليمين ما هي كفاره اليمين من يعرف سؤال سهل جدا اخواني كفاره اليمين تعال بسم الله من يعرف كفارة اليمين؟ طعام عشرة مساكين من أصل مسلم. خلني خليك واقف. بس فقط. صيام ثلاثة أيام. صيام ثلاثة أيام. طبعاً قبل الحيرة قاطع إذا لم يجد. فصيام ثلاثة أيام. يا أخي أنا لا أعرف. أنا لا أعرف. فصل لي جزاك الله خير. عد من جديد. ما هي كفارة اليمين؟ تحرير رقبة. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فصيام ثلاثة أيام. أو طعام عشرة مساكين. والله خطأ. خليك واقف. نعم. إطعام ستين مسكين. إطعام ستين مسكين. أمشي. غلط. غلط ما نسمع. ترى ما يضحك. خليك واقف. جاءت في الآية تبع طينا الذي جاءت طيب الله سبحانه وتعالى يقول كفارته إطعام عشرة مساكين خليك واقف من يعرف يا إخوانا كفارتي كبير نعم صيام ثلاثة أيام الله يفتح عليك صيام ثلاثة أيام نعم أو إطعام عشرة مساكين خطأ نعم الشيخ لا أحد يتكلم أخواني في الخلف نعم عتق رقبة الثاني كسبة عشرة مساكين إن لم يجد رقبة إطعام عشرة مساكين خطأ 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 خليك واقف نعم إطعام عشرة مساكين إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام أيضا خطأ نعم في تفصيل اليمين واعطينا التفصيل اذا كان يمين غموس او حسب اليمين يا اخي كفاره يمين خلاص نعم او كسوته او تحرير رقبه يقول كفاره اليمين كما قال هذا الاخ اجلس وهذا اجلس وانت ايش قلت؟ انت شفت مسكين حتى انت خطا يقول يخير بين امور ثلاث نقول اختار واحد من ثلاث عتق رقبه او طعام عشره مساكين او كسوته تختار واحد من ثلاث انت حر اختار اللي تريد قال ما استطيع لا عن العتق ولا عن الطعام ولا عن الكسوه ينتقل الى صيام ثلاثه ايام متتابعه ما الغرض من هذا؟ الغرض أريد أن نتعلم أننا والله لسنا أهل للفتوى مسألة سهلة يسيرة في كفارة اليمين لا نعرفها فما بالك خروج إنسان من الملة أو التبديع أو التفسير أو الحكم في الطلاق أو الحكم في النكاح وكذا صح؟ على هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.